جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس عند زيارة القبور يقرأ سورة الفاتحة وسورة ياسين للميت، فهل هذا جائز أم لا؟ القراءة عند القبور بدعة، لم يرد بها دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز القراءة عند القبور ولا تنفع الأموات، وإنما الذي ينفع الأموات بإذن الله هو الدعاء والاستغفار لهم السلام عليهم. هذا المشروع لمن زار القبور، أن يسلم عليهم وأن يدعو لهم بالمغفرة والنجاة من النار. أما قراءة القرآن عند قبورهم فهذه بدعة لا تجوز. نعم.